غدا سوف تتم الصفقة وكونوا أكيدين. أما أنها سوف تتم، أما الاحتمال الثاني أنها سوف تتم. أي سباك الله قلت لك مسعود لك لك سيدي مسعود بن حسين القدم لي جار سيدي حميد بن دريد. السلام عليكم الخوت، كتعاودوا كلشي زين. جيب لكم الرسمي دابا، الرسمي 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 الرسمي. لقد اتيتكم بالخبر الرسمي. انتهت المفاوضات في باريس سان جيرمان. كنعرفوا باللي اليوم قدام ابيدال هو المسؤول عن صفقه برشلونه والمدير التنفيذي وكل ما هو متعلق ببرشلونه من ناحيه الصفقات. دابوا الى باريس من الصباح منذ 8:30 حتى دابا. الله خرجوا. والان قد انتهى الاجتماع. وماذا ما هي هذه النتائج الاجتماع سنقولها لكم الان. البارسا قدمت ثلاثه العروض اللي عطاو لو برومي الاول عطاو 150 مليون تدفعوا على دفعتين 2020 و2021 كملوا لهم الصفقه. لم يوافق باريس على هذا العرض، تم رفضه. العرض الثاني قدموا لهم 170 مليون دولار، المهم 170 مليون، نتوما عارفوا شحال. 170 دولار او اورو. العرض الثاني 170 دولار تقدم على دفعتين 2020 2021 مع 30 او 40 مليون هذا الموسم كمقدم. داكشي ديال مقدم صداق واخير مقدم صداق مثل هذا الشكل. رفض رفضا تاما. والعرض الاخير الذي هو الان في طور التفكير والتمحيص والمناقشه هو 170 مليون دولار لنيمار تدفع على دفعتين هذا العام والعام المقبل، يعني 2020 سوف تكتمل. وزادهم بونيس وقدموا لهم بونيس اخر. هذا البونيس اللي ما عرفتش انا علاش ديما تزيد البارسا، لماذا تضيفوا البارسا دائما؟ لماذا تضيفون بونيس زائد على ما تريدون؟ زادوا أرادوا أن يضيفوا لهم ديمبيلي زائد 170. ما هذا؟ هل نيمار كله يساوي هذا الشيء؟ دائما أقول لكم الله أعلم الله أعلم الله أعلم. رسميا نيمار سيأتي، أنا أؤكدها لكم غدا أو اليوم بالليل. بالليل ستسمعون نيمار بارسا بارسا. ستسمعونها بهذه الطريقة. والآن كل العالم ينتظرون القرار، رئيس قطر أمير قطر المسؤول عن باريس سان جيرمان، لأن الخليفي هو فقط بورت كلي في باريس، ليس هو رئيس باريس وليس هو مدير باريس وليس هو بحال قلتي كما تريد أن تقول أنه بيدق أم ذاك لعبة الشطرنج. هو فقط يحركه أمير قطر أو معت الله أعلم. نعلم من هو مسؤول قطر. سننتظر غدا سوف تتم الصفقة وكونوا أكيدين. أما أنها سوف تتم، أما الاحتمال الثاني أنها سوف تتم. المهم أنها سوف تتم وسنوافيكم بجميع الرسميات والخبريات والحصريات بهذا الموضوع. نيمار جننتينا العالم. السلام عليكم.